إلى أشأن السينمائية. الآن أعلن مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي في دورته الرابعة عن إطلاق 7 ورشات في عالم الفن التاسع لمحبي والهواة والمحترفين في الفن السينمائي. هذا وحسب منشور للمهرجان، فإن الورشات التكوينية تتمثل في المهن السينمائية كالصوت، التصوير، المونتاج، السيناريو والإنتاج، الإخراج والفيلم القصير، كما ستكون تحت إشراف نخبة من التقنيين والفنانين الجزائريين والعالميين. تجدر الإشارة أن هذه الدورة تعود بعد غياب سنوات، ومن المقرر أن تنطلق من 4 إلى 8 من شهر نوفمبر المقبل بالمسرح الجهوي عز الدين مجوبي ولاية عنابة. للحديث أكثر مشاهدين حول هذا الموضوع يلتحق بي عبر الهاتف وعلى المباشر السيد حسان كشاش، المدير الفني لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي. أهلا بك سيدي. سيد حسان، هل أنت في الاستماع؟ ألو. أهلا بك سيدي، أنت الآن على الهواء مباشرة. أهلا بك، شكرا لك لقبول الدعوة. ما سمعتش السؤال. سيد حسن، مهرجان الفيلم المتوسطي يعود بعد غياب دام لسنوات، ويعود في طبعته 4 إلى ولاية عنابة. تحدثنا الآن عن الورشات 7 التي ستنظمها أقول هذا المهرجان، لو تعطينا أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع. بالنسبة لورشات تكوين، السؤال حول ورشات نعم نحن نتكلم حول الورشات التكوينيه سيدي، تفضل. لانه ما نسمعك مليح، لكن راح نحاول نجاوب على هذا السؤال. تفضل سيدي. ان شاء الله تسمعوني مليح. اولا تحيه لي كل الساده والسيده المشاهدين. مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، يعني في الطبعه الرابعه عنده كثير من الفعاليات، عنده اكثر من قسم. جي واحده من الفعاليات اللي هي موجهه للشباب المهتم بالسينما، اللي ممكن عنده تجارب سابقه، اللي بيهتم بورشات اللي احنا اقترحناها لتكون مواضيع تكوين، اللي هي 7 ورشات. عندنا ورشه في التكوين في الصوت، في الصوره، في المونتاج، التركيب، في التمثيل، وفي الانتاج، ممكن هذه جديده كورشه، وفي كيفيه انجاز فيلم قصير. الانتاج طبعا منذ الفكره وصولا الى التسويق. هذه الورشات طبعا راح تكون ضمن فتره المهرجان، ولكن بعد يوم الافتتاح راح تكون من 4 الى 8 نوفمبر القادم. طبعا المعلومات هذه في موقع المهرجان، على صفحة المهرجان موجود موقع ورابط للتسجيل. ممكن يعني كل المهتمين بالموضوع انه يسجلوا في المهرجان. وفي طبعا مؤطرين، يعني احنا تم اختيار مؤطرين ومكونين عندهم خبرة في المجال. ويعني اهم حاجة في التكوين هو بالتأكيد برنامج وتو المؤطر، ولكن ايضا فضول الشاب اللي متكون، يعني لازم يجي بكثير من الاسئله، اللي يكون عنده فضول باش يطرح اسئله، يكون في تفاعليه ما بين المؤطر والمكون. اضافه الى سيد حسن توقفت الان عند الشباب سيكون ربما في هذا المهرجان، وستكون هذه الدوره من تأطير كذلك اساتذه من داخل وخارج الوطن. ربما لو نتحدث الان حول مدى مساهمه هذه الورشات التكوينية في إنجاح هذه الطبعة. يعني طبعا هي ضمن إطار فعاليات أوسع، لأنه احنا عندنا المسابقات بالنسبة للفيلم الروائي الطويل والقصير والوثائقي بعدة مسابقات، بعدة 5. عندنا أيضا كثير، ممكن كلها التفاصيل راح تكون عندكم في توصلكم بيوم لا كونفرنس بريس، لكن كمرحلة أولى وضمن إطار هذه الورشات راح يكون في مجموعة من المتربصين من ضمن إطار الاستاجير اللي موجودين. بما أنه عندنا احنا ورشة كتابة سيناريو، عندنا صورة، عندنا صوت، عندنا مونتاج، عندنا إنتاج، كل هذه
كل هذه المواضيع اللي حتطرق لها الورشات راح يكون في مجموعه من ضمن هذه المتربصين اللي راح يقوموا بانجاز فيلم قصير بعد انتهاء الورشات. اما انطلاقا ممكن من ورشه السيناريو اللي راح يكون فيها هم بيناتهم راح يشوفوا ممكن مع المؤثرين افضل سيناريو ممكن يتحضر في تلك الفتره بمرافقه الناس اللي راح تكون في الصوره، في الصوت، في المونتاج، في كل هذا الموضوع راح يقوموا بانجاز فيلم قصير بنهايه الورشات ويتعرض ضمن تواريخ المهرجان. هذه كمرحله اولى يعني ان تتكون، ولكن ان تضع التكوين تاعك ضمن اطار عمل مباشره يعني تمشي، هذا هو الجانب التطبيقي تاعه. بالتاكيد يعني هذه الورشات ستنتهي طبعا بشهادات انه الاستاجر عمل ورشه، ولكن لازم نعرف انه هذه هي ورشات الدعم وتاطير وتكوين، ولكن يعني لا تعوض الشهادات الاخرى. لكن ورشات كما هذه كي تتداول يعني بالعده مهرجانات بمستويات مختلفه، يعني مثلا احنا نتكلم طبعا هذه طبعا خبيثه جزئية معينة في التكوين. نعم سيد حسن، شكرا لك. سيد حسن كشاش المدير الفني لمهرجان العنابة للفيلم المتوسطي، كنت معنا عبر الهاتف وعلى المباشر.